أما النوع الثاني من الصورز أو الآيكونز اللي راح نستخدمها فهي تسمى vectors، والvectors هي عبارة عن صورة متجهة، يعني ما بيها pixels، بيها لا وصف لمسار معين، أشكال معينة تؤدي لي بالنهاية فد آيكون أو صورة معينة أريدها. يعني أكيد مو صورة مثلا وجه إنسان، لكن بالتفاصيل معينة، يعني مثل هذه ممكن تكون vectors. طيب لو نروح على drawable ونسوي new راح نلقى عندنا vector asset، تضغط على هنا clip part راح تشوف انت عندك مجموعة كبيرة من الايكونز الموجودة بالاندرويد اللي تقدر تستخدمها بالابليكيشن مالتك. ملاحظة، في حالة اي وقت واجهت هذه الحالة انه عندك نفس الصورة كفيكتور او بي ان جي وبعدة قياسات، فانت اياهما تختار، الفيكتور اكيد راح يكون افضل. طيب ايضا هنا راح تقدر تسوي تصفية الهنس، حولهن مثلا بس الاوتلاين اللي يكون المفرغات او فيلد اللي يكون مليانات، يعني المحتوى مالتهن اطرافهن راوندد اطرافهن حادة، او تو تون اللي هي تكون من تدرجين لونيات. طيب انا راح اجي ابحث عن كلمة person، هستخدم هذه. اوكي طيب لما نتعامل احنا ويا ايكون من نوع SVG او clip art، يعني اللي هو vector اللي ما له حجم، بالغالب اذا يكون من لون واحد فانت هنا ما عندك اشكال بترك اللون مالته، ايا كان ابيض كان اسود ايا كان اللون ماكو مشكلة. مثلا انا اختار ابيض، طيب ليش؟ دائما راح تقول له اوكي نيكست، فايش تركب لون واحد وانت اثناء الابليكيشن هسه راح تحدد اللون مالته. خل اجي احول او اختار اي سي اوتلاين 24. طبعا راح استخدم خاصيه جديده اسمها تنت، واجي اختار اللون اللي اريده لهذه، مثلا راح اختار هذا اللون. طيب لو تلاحظ الآن أنا خال الطول والعرض 128 ب128، وأيًا راح يكون أنت الطول والعرض راح تكون الوضعية تمام وياك. ليش؟ لأن هذه الصورة ما بيها بيكسلات، هي عبارة عن وصف أو متجهات. أوكي هي تمام، وبالغالب الوضع الطبيعي أنه هذه الأيكونز تستخدم بقياس 24 dp ب24 dp، اللي هو القياس التلقائي او الديفولت للايكونز اللي انا استخدمها داخل البرنامج مالتي. طيب الدراوبلز انت مو فقط ممكن تستخدمها كامج فيو، مثلا لو نروح للتكست فيو ونكتب دراوبل راح نشوف عندنا مجموعه من الدراوبل كخاصيه، دراوبل بوتوم اند ليفت بادنج رايت ستارت تنت تنت مود توب. فلو أجي مثلا أختار drawable start وأجي أختار نفس هذه الآيكون راح أشوف أنه أنا أقدر أضيف آيكونة ضمن التكست أيضا وأحددها بجهة، يعني هي تكون من جهة start أو تكون drawable من جهة end، أخلي لها padding معين، أخلي لها tent معينة مثلا. فمثلا أنا أقدر أستخدم الدراوبلز هذه بعدة أماكن. طيب هذه الدراوبلز مو فقط اللي هي الفيكتورز مو فقط موجودة على الإنترنت، هاي ريسورسز تحصلها من الإنترنت بصيغة SVG فأنت ممكن تستخدمها. أنا أحب صراحة هذا الموقع lineicons.com، راح تلقى بيه مجموعة لطيفة جدا من الآيكونز اللي أصلا متوفرة في الأندرويد، وأي آيكون تعجبك كليك عليها كتاس SVG تقول له داونلود تحملها، مثلا هذه البرايف كيس داونلود. طيب حملتها شلون راح تجي تستخدمها؟ راح تكليك على drawable new vector asset تختار هنا local file وتجي تدور عليها بالملفات. انا خالها هنا أنا. اوكي هذه جت هنا أنا. نرجع نقول اللون مالتها مو مهم ايا كان اللون مالتها، لما راح اجي استخدمها هنا أنا مثلا
من خلال التمت أنا أقدر أحدد اللون اللي أريده. خلنا نخلي هذه راب كونتينت هي حجمها 64 مع هذا. أنت ممكن تصغر أو تكبر حسب الحجم اللي تريده، لأن هو فيكتورز وصف أنه أكو خط يروح لهنا، خط يجي لهنا، خط بهاي الزاوية، خط بهذه الزاوية، قوس هنا إلى آخره. إذا تعرفنا على نوع آخر من الريسورسز اللي جدا ممكن تفيدنا على الإنترنت، في أي مكان تلقى ملف بصيغة SVG تستخدمه بالديزاين مالتك أو الديزاينر يوفر لك ملف SVG أنت تقدر تستخدمه وما راح تواجه أي مشكلة ويا قياسات الشاشة ويا الحجم اللي تريد تظهره ويا حتى اللون. ممكن نفس الدرابل يكون لونه مختلف من خلال خاصية تنت بأي مكان داخل الابليكيشن الخاص بيك. لنهاية هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.